ضرب وإهانة وتهديد وابتزاز، أشكال عدة للعنف ضد المرأة. كيف يتعامل المجتمع مع هذا العنف؟ ومتى يتوقف؟ هل هناك مفاهيم دينية وعادات مغلوطة وراء هذه التجاوزات؟ هل تحتاج القوانين إلى تعديل أم يجب تغيير ثقافة وسلوك الرجل؟ العنف ضد المرأة بين الشرع والقانون والعلم، قضية مهمة يناقشها برنامج الأفوكاتو مع المتخصصين. الأفوكاتو مع الدكتور أيمن عطالله، الاثنين 5 أكتوبر في 5 مساء على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة.